مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدينا عبر قناتينا دزم الأرضية والفضائية إلى لقائنا الحواري الاجتماعي الإنساني التصالحي والذي يربطنا بكم بالخيط الأبيض مساء كل اثنين أينما تواجدتم بالمغرب وبخارج المغرب. أصل متصلنا رشيد باللعتيق والبالغ من العمر 42 سنة من مدينة تازة. توفيت والدته يقول وعمره لا يتجاوز 4 أعوام ليعيش مع زوجة الأب و 14 أخ وأخت فيهم الشقيق والغير الشقيق. عند بلوغ رشيد سن 15 خرج إلى الشارع يقول بعد أن غادر المدرسة يتنقل بين المدن والمداشر بحثا عن فرصة للعمل. سنة 1997 زوجه أبوه زواج الأقارب من ماريا اليوبي وعمره آنذاك 27 سنة وعمر ماريا لا يتعدى 15 سنة. 10 أيام فقط يقول رشيد على هذا الزواج ببيت والده اكترى منزلا بميدلت ليصطحب الزوجة إليه مشترطا ألا تغادر ماريا المنزل أو تستقبل ضيوف إلا بإذنه وإلا حسب قوله فهي محرمة عليه إذ كان دائم التنقل يقول في الأسواق بحكم عمله. بين رشيد وماريا اليوم 3 أبناء السعدية من مواليد 1998، حمزة المزداد سنة 2000 ثم أنس المزداد عام 2002، كلهم لم يحظوا من الوالد رشيد بالاعتراف بالتسجيل بدفتر الحالة المدنية، فكيف وبين الوالدين عقد شرعي؟ شروطي لم تطبق يحكي رشيد. أعود إلى البيت لأجد الباب مغلقا على الأطفال وماريا غير موجودة. في أكثر من مرة كان هاتفها يرن وليس المتصل أهلها، فكانت تكمل مكالمتها في السطح لأجد أرقام رجال غرباء. أناس أقارب ونساء في السوق يعيرونني بفقدان الكرامة وانعدام الرجولة ويحكون أن زوجتي بعد غيابي عن البيت كانت تصاحب رجال غرباء. اعترف لي دائما يقول أحد أبنائي أن سائق سيارة أجرة يوصل أمه إلى البيت. لا أعرف متى ولا كيف حضرت زوجتي بطاقتها الوطنية بمدينة غريبة عنها. سرقت أتات المنزل وبعد صلة تجارتي دائما يردف. ثم في كل هذه الأحداث وتحت ضغط الضرب والتعذيب كانت ماريا تعترف وتقر. عشت يتيما ومحروما يقول رشيد باللعتيق، وكان أملي أن تعوضني زوجتي عن العذاب الذي تكبدته، ولكني وجهت منها بالخيانة حسب قوله دائما، بل وسجنت لا لشيء إلا لأني حاولت أن أثبت الحقيقة وأحقق العدالة. لذلك يقول رشيد أنا أقول إن الطفلين الأخيرين أشك أن يكون ولدي ومن صلبي وأطالب بإجراء الخبرة. تقول ماريا الأم الشابة في 30 من عمرها اليوم قضيت مع رشيد زهاء 10 سنوات من العشرة الزوجية وكانت أسوأ أيام حياتي. غيرة قاتلة، شك مرضي فاق حدود الواقع والخيال إلى درجة أنه يرفض الاعتراف بولديه من صلبه، فكيف يشك أب في نسب أبنائه إليه ثم يعاشرهم ويعاشر أمهم طيلة هذه السنوات وينفق عليهم؟ وتضيف إني فعلا تحت وطأة الضرب المفضي إلى الموت كنت أتفوه لزوجي باعترافات واهية فقط لأفلت من الموت. وها قد حصلت على التطليق للشقاق تقول دائما ماريا أخيرا سنة 2007. رشيد تقول ماريا أذاقني المر والتنكيل أشكال وألوان، بل وعذب أبناءه وعنف كثيرا عائلتي التي كنت كلما هربت إليها معنفة نفسيا وجسديا. أرجعتني إليه لأعود إلى جحيم الشك وإلى زنزانة التعذيب من جديد، وهو
من استغل ثقتي وأخذ حقي من ميراثي في أبي واستغله لصالحه. رشيد تصرح ماريا تزوج ثانية وله طفل آخر من عام تقريبا، ثم زوجته الثانية حامل في شهرها السابع. وما اتصاله تقول ماريا بالخيط الابيض الا محاوله للتبرؤ من ابنائه بهدف تسجيل ابنائه الاخرين من الزوجه الثانيه بدفتر الحاله المدنيه. فليخلي ذمته وليتركنا اخيرا نعيش بسلام، تقول ماريا. دواعي وتداعيات روايه الشك الفتاك التي عاشها هذا الزوج رشيد بالعتيق مع طليقته ماريا اليوبي من ميدلت. الروبورتاج. تزوجنا عن طريق العائلة وخالها ضيختي أنا. السيدة أنا ما كنتش عارفة بأنك تبغي شي واحد تما في الدوار، والديها جوجوها غصبا عنها على حساب هذا الشيء اللي استنطقت به هي أصلا، ماشي شي واحد اللي عاوني. شرطت عليها ممنوع تخرج ليا من الدار، إلا خرجتي سقت لك خبر خرجتي من الدار راك محرمة عليا، لأن يعني حنا ما عندناش شي واحد في العائلة في هذه الأرض هذه، حنا جايين من بلاد بعيدة أنا وياك، وحنا عائلة وحدة، والثقة هي اللي دارت لي داك الشيء. عمري نويت بأن هاد المرة غادي تخرج ليا وتخدعني هكذاك، غادي تبيعني بوالو في بلاد الناس. ضحكت عليا، مشات ليا داري، مشى ليا رزقي، مشاو ليا ولادي، كملتها في الحبس. واحد النهار وأولا أنا قلت لك مسوق، دابزت مع واحد المرأة في السوق وهي تقول لي بعدا أنت جمع غير راسك، مراتك راه كتقيل مع واحد بوالحية في المقابر. كنا مشينا لميدلت غادي نوريك التفاصيل والدار فين والمقابر فين. قلت لها غادي تلبسي حوايجك وتلبسي ولادك وغادي تخرجي معايا، أنا معروض يعني باغي نديها للخلع بها بولادها، أول غنشطب كل شيء. السيدة شافتني بداك العالم هكذاك قالت لك انا ما نخرجش من الدار، غير هي قالت لي ما نخرجش من الدار وانا نتكى عليها. قلت لها غير توريني بوالحيه نفني معايا الشهود. داك الساعه مشيت بقيت قلت لها فاش خدام تا وراتني المخبزه ميدلت فيها اربعه د المخبزات، انا كنعرف ميدلت، درت على المخبزات كلين انت جبتهم هي ما بغاتش تنعاد لي المخبزه بالضبط. فاش جبتو خرجتو المهم شديتو فاش نهاد الشيء قال لي راه بحال العائله كانت كتجي عندي عائله. الشريفه اللي كانت كتديها للدار هي اللي قالت لي السيد راه عنده الفلوس، في التالي كنلقاو عنده 20000 هي الفلوس محطوطه، وانا قلت لك الكارني ديال البوسطه دايره الضمان الاجتماعي كتمشي للبوسطه تحط وتجبد، هادشي بدون علمي عمري ما عرفت، دارت لاكارت بدون علمي. بزاف ديال الحوايج بزاف بزاف. شنو بدون علمي ولا كارت دارتها؟ شكون اللي وقف معايا شنو تقول لي؟ داكشي اللي بغيت نقول لك، شكون هذا اللي مشى مع الكوميساريه؟ شكون اللي وراها رفقي وراها المقدم؟ شكون اللي هاد المشاكل كامله هزيتها وديتها لفاس؟ غير صيفطتها انا ما مشيتش معاها، صيفطتها تعرضت لها واحد الخوادريه دخلتها عندها للدار، قلت لها عيطي لحبابها. من بعد جمعنا جا البا قال لك اودي هاد الوليدات الصغار غادي يضيعوا، رد مراتك حسب راسك ما مجوش. فعلا رديت داك المراه لتما، ولكن ولات المشاكل عاوتاني كتكثر. السيده ما سالتش من داك المشاكل ديالها وبقات كتخرج، ولات كتجيب لي مول الطاكسي تال الدار. حصلت هادشي كله عرفتو، السيد انا هجمت عليه للقهوه، من بعد اللي هجمت عليه القهوة التبادل ديال الضرب والجرح، هو عنده كتشوفوا راه صحابو ديال تي طاكسي شهدوا ليه مول القهوة، يعني هو ولد ناس شي شوية مجدرين. ذاك الساعة جاو البوليس، هو خلاص هو سلطة براسو، جاو البوليس وداوني وصدقوا صيفطوني للحبس. ٢٠٠٦ مشيت واحد النهار تما جالس في القهوة شويه، هو يخلط عليا واحد الولد، دابا راه تزوج اختها وهو اللي عطيتكم النمره ديالو في الاول. المهم دخل عليا بحال هكذا جايب لي ولدي حمزه، انا شفت الولد مشيت شديت فيه بغى يحيدو لي، كان دابزو في القهوه حيدته له، ديتو كنديه ديما معايا للقهوه يفطر، والقهوه وحده الطاكسيات، ديما الولد غير كيشوف مول الطاكسي كيعوج ليا، بابا هذا هو اللي كان جا عندنا، بابا هذا هو اللي دانا، بابا هذا هو اللي دارنا، بابا دا. شديت داك الولد ديته للدار، قلت له ولدي، قال لي نعم. قلت له غادي تقول لي الصراحه وانا كنواعدك حقك تنجبدو لك ولو يكون في قاع البحر، غير اجيني صراحه، هذه راه ماماك وانا راني عارف شنو واقع، غير قول لي واش هذاك هو بنادم. قال لي هذاك هو راجل القانون، هو اللي خدام كيسيرها، يعني راجل القانون دارس القانون، هاد خينا اللي كيسيرها وكيمشي معاه بالقانون، يعني النهار اللي حصلت قال لك ما شديتيش معايا في الدار، يعني هذا راجل القانون غير ما يتشدش في الدار ما تسال والو.
وانا راه ماشي ما يمكنليش، انا راك شفتوني في السوق وسواق ومعروف، قيمتي ما تطيحش الارض ولو بكان، عمري يتعلق، راني دوزت الحبس ومازال متعلق، فرانتي هي اللي ما تطيحش الارض، المراتي حصلتها قبل القانون او كاع لا يقبلش. فين وقعت هاد المشاكل؟ انا شفت المشكل اللي وقع لي البنت، يعني معاه هي الاولى حسيت بها، اما الدراري الاخرين انا وليت شاك فيهم، انا المراه حصلتها كتخرج، انا محصل بعيني ما نقدرش نقول. لنقاش الموضوع الدكتور في الحقوق مصطفى أشيبان محامي وفاعل جمعوي، الأستاذ أبو بكر حركات أخصائي العلاج النفسي والجنسي، والزوج سي رشيد العتيق من بعد إنجاز الروبورتاجات هو المتصل والملح أكثر من 20 مرة، طفى هاتفه ما بقاش كيجاوبنا من بعد ما اكد البارح حتى نص الليل وانا معاه في التليفون كنقول له الكلمه كلمه، تيقول لي انا حاضر، ما عرفناش ظروفه، انما حاضره ماريا، انت بنتي من مواليد 1980 باقليم تاونات، عندك ثلاثه ديال الخوت وسته ديال الخواتات ما شاء الله، فاذا انتم 10 ديال الخوت بكم، وانت قلتي لي في التسلسل العمري انت التاسعه فيهم. انا التاسعه. رجلك ما حاضرش، طليقك ما حضر شيء، انما جات اقوال على لسانه اللي فاجاتنا كاملين، حنا بغينا نمشيو معك خطوه خطوه، واليوم عندنا الوقت باش نحلوا هذا المشكل اللي عندكم. هاد السيد يقول زواج الاقارب، يعني كيفاش تتزوجتي معاه؟ شكون زوجكم؟ واش كيجيك؟ اختو كتجي واخده خالي. نعم واخده خالي. جات اختو كتقول له انا غادي نجوجك واحد البنيته بنت لوسي، جوجاتني ليه، هي اللي جابتنا. كان في عمره 27 عام. وانت أنا... يلاه عندك 15 عام. انا كنت في عمري 15 عام. نعم. واش نعتبروا ان هذا الزواج كان ملزم عليك يا ماريا؟ لا ما كانش ملزم عليا هذا الزواج. بغيتيه؟ تزوجته بخاطري. بخاطرك. اها. فاش تزوجتي مع رشيد؟ اها. شحال الفترة باش عرفتيه وعرفك؟ باش عقدتوا عملتوا العقد ديالكم؟ تكون هكاك شي 3 شهور 4 شهور، درنا العرس في شهر 8، دوزنا شي 15 يوم، سافرنا، مشينا للميدلس. مشينا للميدلس لقيتو كاري ليا كدار، كنا جالسين انا وياه، واحد الليله كنا هكا ناعسين في الفراش انا وياه، كان معايا واحد ولد اختو صغار، كان معايا واحد ولد اختو صغار في العمر ديالو 6 سنين، فاش جا داك ولد اختو ناض في الليل للطواليت، خلى الضو مشعول، حليت عينيا انا هكا، نط طفيت الضو، رجعت نعس، رجعت لقيتو هو رجع لبلاصتي، تقلب ورجع لبلاصتي، ما بغيتش انا نوضو هكا. طفل من 6 سنين ولا زوجك؟ ها؟ لا راجلي. لقيتو ترجع هكا لبلاصتي، ما بغيتش انا نوضو ونعس انا. نعم. ونعس انا نعس انا في بلاصتو، قال لي انت خرجتي فين مشيتي؟ انا غادي زدني جميع لي حوايجي، زدني وصلت وفعلا قال لي هاتفيا انا فقت وما لقيتهاش. هادشي راه في 7 هادشي راه في 97. واش فعلا في 3 ايام الاولى كان الصداع بيناتكم؟ على ما قال لي؟ لا ما كانش صداع بيناتنا في الاول. قال لي ما تفهمناش من 3 ايام الاولى. لا ما كانش صداع بيناتنا في الاول. انا كنت مريضه، قال لي غنديك للطبيب الا لقيت الا لقيتك حامله. انا كنت مريضه، قال لي الا لقيتك حامله ما ولدي ما بنتي. هادشي النهار الاول مازال ما زادت السعديه. النهار الاول فاش مشينا كنلقى عندي، المهم قال له الطبيب راه حامله، ما عرفتش شحال كان عندي ديك الساعات، قال له الطبيب راه حامله، ولينا رجعنا للدار تفاهمنا شويه، نهار ولدت شويه بحال بداو كنقصوا شويه المشاكل، ولدت عاوتاني زدنا عاوتاني الوليد الثاني، زدنا الوليد الثالث، عاد وقعوا هاد المشاكل. واحد النهار انا هكا جالسين هكا، جا في الصيف جا من الخدمه، حشيت يدي في جيب السروال، كنجبد النمره التليفون، قلت له دمنا هاد النمره التليفون، قال لك صاحبتي. بقى كيضحك، قال لي هذه واحد المره غادي ناخذ عندها واحد الثلاجه. شديت النمره انا هكا، خديت النمره قيتها في تليفوني، قطعت النمره قدامه ورميتها، قلت له انا ما خديت لها النمره لا والو، قيت في ذاك التليفون كتجاوبني مره. سبيتها ما خليتلهاش، وما قلتلهاش شكون انا. جيت بحالتي للدار، دوزنا شي ايامات دابزنا انا وياه تناقشنا، وقعت المناقشه، شدي مشعري قال لي علاش تعيطي بديك النمره؟ قلت له اين النمره اللي غنعيط بها؟ قلت له ما عيطش، قال لي عيطتي؟ قلت له ما عيطش، بقى المشاكل بيناتنا انا وياه. كنت كنبغي هكا شي حاجه، كان كيقول لي كاين واحد المحل السيده نعيط لك ليها، واحد السيده غنعيط لك ليها تجيب لك شي حاجه، اللي بغيتي شي حاجه كتمشي للناظور. يعني لباس يعني احتياجات ديال المراه. بغيتها كتريكو، بغيت سروال، بغيت شي حاجه كيعيط لها، كتجي كيقول لها جيبي لي هذا، وهي ما كتعرفنيش. نعم. وهي عارفاني انا اللي عيرتها. نعم. عرفاني انا اللي عيرتها من نهار الاول. هذه هي المره اللي قال لنا تلاقى في السوق؟ هذه هي المره اللي تلاقى في السوق. واللي قالت له انت ماشي راجل، مراتك تكون مع شي حد. هادشي يمكن غتقولها له حتى التالي ولا ما عرفت. على حسب قول الله. قال لي غادي نضيفك معاها، قال لي غادي نضيفك، كان واحد النهار العيد. نعم. مشينا عندها، ضيفنا معاها، ضيفنا عندها، رجعنا بحالاتنا،
قالت له رشيده مراتك كتخونك. قالت له واحد النهار شفت مع واحد من الطوموبيل. راجلك قال لنا كان اشتغل من 15 سنه خباز وتعلم الحرفه ديال الحلويات وما خلى حتى مكان وحتى مدينه وحتى مدشر في المغرب. يمكن انا كنعرفو صغير، هادشي اللي حكى لنا. انت واش كتعرفيه ولا ما كتعرفيش؟ شي حكى لنا لسانه. ثم قال لنا من بعد تحول من هاد المهنه وهاد الحرفه تحول دروغري ولا كيدير الشراء في الاسواق، بائع متجول. وقال لنا كنت كنغيب بعض المرات حتى الحدود اسبوع ما تنفوتهاش. كاين هادشي؟ غاب جوج المرات اللي غاب 10 ايام فقط. جوج المرات اللي غاب 10 ايام في الايام العاديه يوميا معايا في الدار. معاك في الدار يوميا مره اللي كيسرق ديك الليله في شهر، في شهرين ليله وحده اللي ما كيباتش في الدار. شحال دوزتي معاه ديال الايام الحلوه وانت خديتي عن طيب خاطر وما بزك عليه؟ حنايا نهار الاول في 10 سنين الزواج ولا اكثر. كاع ديك الربع سنين الاولى دوزنا شي شويه، وديك الربع سنين التاليه دوزنا حاره. امتى بدا كيضربك؟ الضرب ديما من نهار الاول كيضربني. وانت كنتي كتعتبريها مساله طبيعيه؟ انا يعني ما كنتش عارفه، انا شكون اللي غادي يقول لي شي حاجه ما كنتش عارفه. في كتذكري اول مره ضربك وعلاش؟ ما عندها مبرر يعني. اول مره على النهار اللي قال لي راكي خرجتي بالليل، كيهز الشان ديالو كيلويه لي على عنقي هكا ويجي يفني. قال لي واش كتعرفي الكلوشر؟ انا راني كلوشر. واخا تزوجتوا بعقد شرعي بنتي، علاش ما كنتوش كتسجلوا وليداتكم في دفتر الحاله المدنيه؟ لا السعدية ولا أناس ولا الوليد حمزة، علاش؟ علاش ما سجلناهمش في الحالة المدنية؟ كيقول لي أنت جبتك غتجلسي في الدار. هذاك الشيء سوقي أنا، ما سوقكش أنت. بغيت نسجلهم أنا غادي نسجلهم، ما بغيتش نسجلهم راه ما غنسجلهمش. رشيد قال لنا بأن نجزتي البطاقة الوطنية اللي هي من حقك. هو صيفطني صوتها. ولكن قال لك ما عرفش مدينة غريبة ما حضرش. تلقاها عندي زعما. نعم. قال لك تلقى البطاقة الوطنية عندي. قال لك تلقاه في مدينة غريبة ما فهمش. بدينا هو اللي عيط لراجل اختي، وراجل اختي جاب لي عق الزيادات، جاب لي عق الزيادات وهو وراني المقدم ومشيت صوبتها وقال لي راه سميتو ومشيت للجديدة صيفطني وخديت الفلوس، خديت 3 المليون وجبتهم للدار وجبتهم شي. 3 المليون ديالاش؟ ديال سميتو ديال الورث ديال لاكسيدون ديال با. الوالد ديالك الله يرحمه قلتي توفى في 2001. في 2001 مات بالقصيده. و2003 صوبت لاكارت انا ديالي. نعم. صوبت لاكارت ومشيت خديت دوك الفلوس وجاب الطوموبيل وبدا كيجمع الحوايج. قال لك غندي الحوايج نبيعهم راه ما لقيت ما نصرف. هو السلع عنده، الفلوس عنده، كل شيء عنده. شاف عندك الفلوس. جدا انا ذاك الفلوس وعطيتهم لي، تنوضنا روينه وصداع ومدابزه وشديت انا ذاك الفلوس وعطيتهم له. قال لي غادي نصلح الدار، كنا ساكنين في الدار بلا صلاح. قال لي غادي نصلحها وغادي نكتب لك النص ديالك. فجاء عطيته ذاك الفلوس ومصلاح فعلا دوز شي 3 سنين ولا شحال عاد صلح الدار. فصلح الدار وفوقاش تكتب لي واخا تالغدا، فوقاش تكتب لي واخا تالغدا، فوقاش تكتب لي وهي غادي هكا. ماريا كيفاش وهو اللي تيقول في الروبورتاج يعني طليقك بان ديتي له رزقو، ديتي له السلعه ديالو؟ انا تالكسوه ما كانش كيكسيني، انا غير دارنا اللي كانوا كيكسيوني نهائيا. تالكسوه انا حوايجي كلهم كان كيحرقهم لي. هو قال لي بان كيشك ما عندوش الثقه في بنت المراه. ما عندوش الثقه يطلقني. شحال من مره قلت له طلقني، شحال من مره، الف مره كنقول له الا ما طلقتنيش ما انتش راجل. كيقول لك باش نطلقك. وقال لي كيشك حتى في حوايجه وما عندوش الثقه. وقال لي تنقلب حتى الياجوج الحيط الا كان مهرس، حتى الياجوج تنقلب في القمامه. زبل كيجيب معلقه هكا وكيبقى يخبش هكا في الياجوج وشوف شنو يخرج. وباي مناسبه قلتي لي اعترفتي ليه باشياء اللي ماشي صحيحه؟ النهار اللي جات ديك المراه وقالت له شنو راه هادي، جا الزجنوي قد هكا وكيهز لي الدراري وكيقول لي غير تقري ولا نذبح. الدراري كيدير لهم بحال الحواله. ولادكم؟ لولادنا كيدير لهم بحال الحواله. هذيك الساعه انتم والدين ولادكم ثلاثه. انا كنعرف شي واحد شنو كنعرف شي واحد كذبت عليه على ما خرج مشى بحالاته، خرج للقهوه هزيت ولادي ومشيت بحالي الدار. كتعترفي تحت الضغط ديال التهديد؟ هذيك هي فاش قال له باها شنو ردوني. هذيك الوقيته مشيتي لداركم؟ مشيت لعند خسو. مشيتي مضروبه؟ ضربني ودقدقني، ضربني ودقدقني وما خلاش فيا. مشيت فعلا قال لك تكنقتلها بالعصا. ما بغيتش نمشي عند مالي الدار ومشيت لعند خسو. هو ما صيفطنيش ومشيت لعند خسو وجا الوالد ديالو والوالده ديالي وخويا هذا رشيد، جاو كاملين وجاو هربوني وقالوا لي غير رجعي. ورجعت مع ذلك ومع ذلك المشكله كاين. رجعتي نفس رجعت نفس المشكل نفس وتزاد. فاش تزاد عطيته 3 ديال، قلت له وليت عاوتاني غضبت المره الثانيه. المره الثالثه قلت له رشيد، قلت له صافي انا عييت باقي لك اخر مره. جا كيرغب ويبكي وقال لك انا غندخل ولدي في حال المدينه ونصلح الدار. جينا صلحنا الدار،
شحال مدنيه ما درناها، هو غير صداع، هو ما بيه لا خروج لا حتى شي حاجه، هو غير ملي كيتصاب راسو ضربني زرق لي عينيه ضربني هذا، كيقول لهم لا راه لقيتها خارجه، هذه كتسلكوا. شفنا الراي ديال طليقك رشيد، الان غادي نشوفوا رايك وراي عائلتك والموقف ديالكم من فاس، الروبورتاج من الجزائر مؤخرا، وغادي نشوفوا واش انتم مازال ثابتين على نفس التصريحات. الروبورتاج. صاحب الوالد ديالي ومشاو خطبوا وتزوجنا، داني الميدلز يلا دوزنا شي شهر ولا هكا، المهم صدقت انا حامله، قال لك لا هو ماشي جيتي حامله ما تقبلهاش، داني الطبيب قال له عندها قال شهر و10 ايام ولا هذا، قال لك لا فاش هادي راه ماشي بنتي، بقينا هكا انا وياه في المشاكل هكاك، عرفتي كنقول دابا زعما دابا يرجع دابا يرجع، زدنا العام الاول زادت البنيته او زاد العام ندوز عاوتاني عامين زاد الوليد، وحنا غاديين هكا وحنا في المشاكل ديما كنغضب وكيجي كيرجعني يلا ما كيوصلني للطريخ وكينوض يضربني، كيجي عندي كيقول لك انا قالوا لي راه خرجتي، شكون اللي قال لك واش خرجتي، شكون اللي قال لك، كيقول لك يلا مشي جلبت كيجي نديك عند هادو اللي قالوا له، ملي كنلبس جلبتي ونخرج معاه لبرا كيشدني من الشعر وتم جرني في الزنقه، ومني تم جاي شي واحد يفرق كيقول له انت مصاحب معاه، وديما الشك ديما هذا في كل هذا، كان معرفه مع واحد المراه كتقول له لا مراتك شتها في بلاصه فلانيه، لا مراتك شتها في بلاصه فلانيه، وكل نهار يجي كيتسدد عليا كيقول لك لا بصح شافوك، ملي كيقول له صيفطها لوالديها كيقول لهم ما دايره ودايره وتا هي غتمشي دير بحالها، وكندعيه لله انا حتى الغدا قدام الله عاد نتحقق انا وياه، على اللي وسخني وسخني من الاول كنقول له طلقني ما بغاش يطلق، جيت هنا غضبت شحال وانا جالسه هنايا مشيت دفعت الطلاق الشقاق طلقت، هضر معايا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه طلقنا، هاد الناس ما عمرو عرفهم درهم وحده، هي كاريه تخدم في القهاوي تخدم في المحلابه وتجيب لولادها، وناضت فاش تفارقوا بعدا هي دات واحد هو دا جوج، شد البنت الخوه للدار البيضاء متعلمه، الدري سرقوا وفين داه؟ داه للخيريه ديال بن سليمان الرباط، هاد الحادثه الدري جا خداها لنا منايا، داه مشاو للقهوه في نيدلز، مشاو للقهوه جلسوا في القهوه، قال له بابا قال له شكون مول الطاكسيات اللي كتعرف هذا، قال له بابا هذا واحد النهار وصلنا عند واحد المراه، هذا مول الطاكسي قال له وصلنا عند واحد المراه، جا سميتو جا هو قال له ولدي راه غادي تقول لي، قال له غادي تقول لي غتمشيو عند البوليس وغادي شنو غتقول لي، هذا راه كيعرف ماما، ومشى الولد قدام البوليس وقال لهم هذا كيعرف ماما، هو قرى الولد. واش هاد السيد ماشي ولا كيقول ماشي ولادو؟ علاش دابا كيطالبهم؟ علاش؟ هادي ست سنوات ما عمرو عرفهم بدرهم، درهم وحده ياك، الدري خايلي في جديده كيعيد لها من العام للعام كيشري لها العيد، وإذا بغات شي حاجه كيعطيها لها وكتعاونها امها، وكنعاونها انا باللي قديت عليه، فهمتي ولا؟ وهذيك اختنا ما غادي نفوتوهاش، وهو لا شيء زيرو، ما صالحش، مفسد مفسد هي الاولى، الشراب هي الثانيه، الحشيش هي الثالثه، ملي ساقتلو الخبر على هذا الشيء هذا ناض ديما يضربها، واحد المره عيطت ليا في بقينا في الوحده دلي ولا في 12 دلي في ميدالت، ومشيت من هنا انا والوالده. دابا الولاد جيبيهم توقفيهم ويديروا لك المسرحيه ديالو بالجنوي عليها، وهذا الولاد بيناتهم الدراري بيناتهم كيديروا الجنوي ويقول له هكا كيدير ماما مع با، اللي شوفهم الولاد عقدهم. كنقول له صوب الحال المدني، كيقول لك صوب الحال المدني تنعرفوا واش ولادي ولا ماشي ولادي، فاش جيت انا كانوا كيقراو الدراري داكشي درنا المحل المدني على طريق المحكمه، مدخلين غير في كناش الكبير، ما عندهمش الحال المدني الدفتر ما كاينش، هو كيصرف عليهم قدام عليهم كيصرف عليهم كيكسيهم، وملي كتجي الحال المدني نقول له دير له الحال المدني يقول لك صنعرف واش ولادي ولا ماشي ولادي. اذا ماريا انت دابا عشتي مع هذا الراجل شحال قلتي 10 سنين او اكثر؟
97 حتى 2009. كتذكري الاحداث كلها اللي عشتيها معاه نهار نهار؟ انا حاولت ننسى داك الشيء كاع بزاف. ملي كتستحضري هذا الراجل في بالك وانت طلقتي مؤخرا قلتي لنا في 12/7/2007، ملي كيجي في بالك رشيد اش كتفكري فيه؟ كنتفكر غير المشاكل صافي، وما كنقدرش نتفكر شي حاجه. واش فعلا واحد النهار جاب لك قنب وقال لك الا كانت فيك النفس وكنتي امراه نجي ما نلقاكش ولا نتكلف بالولاد؟ ديما كيقولها لي يومين، كيقولها لي كيقول لي الا عرفتك امراه سيري وما ترجعيش، وفاش كنمشي كيولي يجي مرايا. وكان قال في الروبورتاج بان واحد الوقت جا من بعد ما سمع بان راه عندك علاقه مع شي حد غريب ناوي يصفيك انت والولاد. عمري انا عرفت قال بانك حسيتي، هذه اقواله. عمري ما عرفت انا شي واحد. شك في واحد السيد كيشتغل في مخبازه. شك في سائق طاكسي. شك ثاني في شكون؟ هادو جوج الناس، وهادو من مورايا، من مور طلقت انا عاد شك في هاد الناس هادو. نعم، وهاد الناس راه مشات لعندهم. انا ما حكى لنا. هاد الناس مشات لعندهم ولكن ما كنتش انا. معاه. لا. قال ولا مشات معاه شي مرة اللي دوز الحبس هو ولا قالت له؟ سولي فوقاش دوز الحبس هو؟ امتى دوز الحبس؟ دوزو من مور طلقت بشي عامين ولا ثلاث سنين عاد دوز هو الحبس. علاش؟ دوز على مول الطاكسي. كان كيمشي يتسدد عليه. مال هاد مول الطاكسي؟ ولا مول الطاكسي نهار كنت انا في الدار ما هضرش مع مول الطاكسي، ونهار خرجت نعرف بلو مول الطاكسي. كيفاش شك فيه؟ كيفاش شك فيه؟ الولد قال داز الولد دا لحدا مول الطاكسي قال له هذا بابا واحد النهار وصلنا عند مريم، قال له انت مصاحب لي مع مراتي. مشى عند السيد هاد الزمعه هاد بزواويه هاد الشيء انا عاودوه لي غير الناس. ضربوا شكون ضرب الاخر؟ ضربوا في القهوه، جا هو عطاوه مشى للحبس عطاوه شي 4 شهور يمكن دوز ديال الحبس. انت اش كتعتبري هاد الشيء؟ واش غيره؟ واش رشيد بحال عنده شي حاجه في دماغه؟ يعني؟ يعني انا كنعتبره ماشي عادي. خرجتي قلتي لي في شهر 9/2006. عاد حصلتي على التطليق ديالك في شهر 7 12/2007. 2007 السبب المباشر؟ السبب المباشر الدبزنا انا وياه، ما بقيتش اخر مره ما بقيتش عاقلاش الدبزنا. مشيت انا عند واحد السيد كان تما حدانا عنده الطونوبيل، مشيت كنعرف مراته جارنا وكنعرف مراته وهو عنده طونوبيل عنده 207. مشيت عنده قلت له يمكن لك توصلي واحد الرحيل لفاس. بغيت تمشي بحالكم؟ انا بغيت انا كنت غنخليه يمشي بحالات كنت غنخليه يكون في السوق وغنهز حوايجي ونهز ولادي ونمشي بحالي. نعم. جا داك السيد قال لي اختي انا في الليل انا نرد عليك. جا داك السيد بالليل دقوا هو كاين، ما يمكنليش انا باش نرد على السيد وهو كاين. مشينا حلينا الباب لقينا داك السيد سدينا عليه الباب. مشى داك السيد هو ومراته غضبانين كيهبطوا عنده غدا للسوق، قالوا له مراتك شنو حنا واش جينا كنسعوها الخبز واش جينا كنديروا لها؟ راه البارح جينا عندها وراه بغات تدي شي رحيل. هو كدور له في راسه كيسبح في داك الشيء وكيجيب الطونوبيل كيطير. فاش جا كيطير الطونوبيل لقاني انا جامعه فعلا حوايجي، جامع كل شيء حوايجي كلهم جامعهم وحطاهم باش غادي نمشي. كنوضو كنجناط كيضربني كندقدقو دوك الماعن كلهم، داني معاه السوق هي حطني معاه في الطونوبيل وكيبيع وشري تسالا وجمع سلعتو جابنا للدار. فاش جابنا للدار بقى كيقتل فيا في الدار كيضرب فيا ولا شدي مشعري وداني لعند ذاك السيد اللي مول الطونوبيل اللي درت معاه باش غيديني الرحيل. نعم. قال له خرجي ديوتي يا الداير يا الفعل، واش بغيتي تدي مراتي للغابه دازرو ودير وتفعل. جلس النهار ديال الحد حتى النهار ديال الثلاث عاد مشى للسوق. ديك الايامات كلها هو جالس حاضيني باش ما نمشيش بحالاتي، عارفني غادي نمشي. هو جالس حاضيني، هو ناض مشى للسوق وانا نتهزيت ولادي وهزيت شنطتي وزدت. خرجتي بحالك. صافي مشيت اخر خرجه عادي. تما قدمتي آخر دعوه. جيت للتطليق. الشقاق. جيت للدار دوزت 5 ايام هبطت عند المحامي شنو 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 صافي دوزنا شي 3 شهور 4 شهور طلقت. تبعك؟ لا ديك الساعه ما تبعنيش، دوز ايامات ولا كيجي. كان جا رمضان. نعم. ديال ديك العام ديال. نعم. 2006 جاب شي حوايج للدراري. نعم. تما ما عاودش جا. قال لنا تبعك وسديتي عليه من الصباح حتى الليل حتى جا البوليس اللي خرجوه في الدار. كيفاش؟ كانت الوالده مسافره. نعم. ومسافره معاها البنت. نعم. والدراري الصغار في الروض. نعم. والدراري الصغار في الروض، انا غادي للخدمه. انا غادي للخدمه ديك الساعه راني رافعه لي دوا، انا غادي للخدمه كيجي كيشدني ميدي قال لي غتمشي معايا دابا. قلت له انا ما يمكنليش غنخلي الدراري، انا راجعه للدار وراجع معايا. حايلتيه سايستي معاه. بقيت ما بغاش يمشي بحالاته، انا طالعه للدار عارف هو ما كاين حتى واحد في الدار، انا حليت الباب طلعت
طلعت في الدرج هو طالع معايا، انا حليت الباب وهو سبقني دخل، رجعت سديت عليه الباب، رجعت سديت عليه الباب هبط بقى كيرغب كيعيط لي، قال لي غير حلي لي الباب نمشي بحالتي. قلت له دابا غير جلس بلا ما تمشي. كنهبط كنعيط لواحد اختي، كنعيط لواحد خويا، كنعيط لواحد ولد خالي، عيطنا لهم هادو بثلاثه جاو. جات دوك ولد خالي قال لي عطيني الساروت نمشي نحلو راه هذا وحشومه وهذه وهذي، عطيته الساروت فاش مشى يحلو كيلقاه دار عليه الزكروم، سقطوا على راسه دار عليه الزكروم، صافي ما بغاش يخرجنا من تما. تما كنمشيو للكوميساريا. تما علمتوا به؟ انا كنمشي للكوميساريا، لقيت خوه في الكوميساريا، علمنا البوليس، جاو خرجوه من الدار، داونا للكوميساريا كا، صافي كل واحد مشى بحالاته. واحد مشى بحالاته. ولدك مش داه للخيريه، خداه منك وداه للخيريه، حمزه هذا كيفاش وقع هذا الحادث؟ عندنا ولد خالي، ولد خالي اللي كيجي هو ولد اخته. نعم. جا عندنا للدار، هز شد الولد ميدو خرجوا للزنقه. نعم. خرج معاه. كيجي هو كنحط عليه في القهوه، هز حيد له الولد، كيحيد له الولد، داه. فاش داه دوز الولد عنده شي 3 شهور ولا شي هذاك ومرض. مرض الولد، بقى المهم تما مع الولد، بقى معاه صافي الولد عيا به، حتى شي واحد ما بغا يشدو له. حتى شي واحد ما بغا يشدو له، ما قدرش يجيبو، ما قدرش يعيط ويردو، بحال ما رضاش ولا ما عرفت. مشى عند الوكيل الملك، كانوا دايرين ديك الساعه شكايه هو مول الطاكسي، نهار اللي دا الولد، جا الولد زاد قال شكايه ديال اش؟ شكايه دير مول الطاكسي بان راه نعم. كان كيجي عندي دايرين شي علاقه. داروا شكايه، هزوا الولد، كيدي الولد مشى عند الوكيل الملك، بقى كيغوت، كان رمضان بقى كيغوت. كيغوت على وكيل الملك هكا، جا وكيل الملك جاب لي خرجوا، عيط للناس خرجوه. نعم خرجوا من القاعة. خرجوا من القاعة، الولد بقى تما، السيد ناض مشى بحالاته، فاش مشى بحالاته الولد بقى تما. مشى رشيد وخلى ولده. مشى وخلى الولد عند وكيل الملك وعندي الوراق ديالو باش خرجته أنايا، وسميتو ومشى وخلى الولد تمايا، جا الليل وكيل الملك صيفط البوليس للدار، لعندو للدار، كيلقاو والو. وخلى طبعا وكيل الملك هذيك الساعه ما عندوش لا هاتفك ولا عنوانك ولا صافي ما كان حتى شي ما كيعرف حتى شي واحد وكيعرف السيد، السيد ما كاينش في الدار، الدار خاويه ما كاين فيها حتى شي واحد، الدار ما كاين فيها حتى شي واحد. هز الولد بقى الولد تما عند وكيل الملك في القاعه، هزو صيفطوا للخيريه مكناس. فصيفطوا هادشي كله ما في خباركش؟ لا انا ما خباريش الولد في الخيريه مكناس. حتى واحد المره كاين واحد لو مدة شحال؟ هو جلس ما بين كلشي لمده عام، جلس عام في مكناس وجلس عام جيت الرباط. هادشي وانت خارجة؟ هادشي انا خارجة من وراء 2006، تسعود 2006. هادشي في وقع في 2007 2008. مقدمة الدعوة ديال التطليق للشقاق. راني مطلقة ديك الساعة. مطلقة؟ فاش خدا لي الولد وهذا راني فوق 2007 إذا. فوق 2007 فاش خدا الولد. نعم. فاش جد الولد سميتو حطه في الخيريه ما كيسولش فيه، كانت جا عاوتاني سرق لي البنيه، البنيه كيقول لها الولد راه كتكلمي على السعديه؟ على السعديه البنيه الاولى. فاش داها كتقول له بابا فين راه حمزه؟ كيقول لها حمزه راه عند شي ناس في مكناس. كتقول له بابا ديري نشوف حمزه، كيقول لها راه عند شي ناس في مكناس. ما بغاش يقول لها راه في الخيريه. السعديه داها لعنده. السعديه كانت عند اختي في الجديده. نعم. وكيجي كيمشي عندها قال لها غادي نجيب لك البوليس، الا ما عطيتينيش بنتي جات اختي قالت لها بنتك. جا خدا ما علماتكش اختك؟ فاش عطاتها له عيطات لي قالت لي راه جاو تهجم عليا وكيغوت وراه عطيته بنتي بنته. نعم. قالت لي وراه عطيته بنته. فاش جا كيديها داها الميدلس قالت له بابا انا خصني نقرا. بقات كتبكي على المدرسه باش رجعها تقرا، فاش رجعها تقرا ما عندوش فين يديرها. كاين واحد خوه في المحمديه عطاها له. فاش عطاها لذاك خوه في المحمديه بقات عنده قرات عنده عام. داك خوه اللي في المحمديه قرات عنده عام عاوتاني داز مع داك خوه اللي في المحمديه كيهز البنت كيديها للفاس. كيحط عاوتاني عندك خو اللي فاس. وانت في هذه الفتره كلها ما تصرفتي ما تحركتي؟ انا ولادو راه ما عنديش اللي يجيب لي الخبر ديالهم. انت ما عرفاش بنتك فين كاينه؟ لا ما عرفاش انا بنتي فين كاينه. ما شكيتيش فيه؟ لا عرفتها الدابة راه داها من عند اختي. نعم. راجل عند اختي ودق عليها حلت له الباب دخل عندها قال لها ندي بنتي ولا نجيب لك البوليس عطاته بنته. فهمتي جات اختي عيطت لي في التليفون. ولكن انت درتي طلاق الشقاق ديالك تطليق الشقاق. درت تطليق الشقاق خليتي ليه البنت؟ لا. البنت كانت عندي وجا داها لي. ايه ولكن خليتيها له هذه المده كلها؟ خليتها له مده شي عامين. علاش؟ مده عامين، ما عنديش كي ندير نجيبها ما عرفتش فين هي، وما بقاش انا عندي اتصال به، ما بقيتش عارفه فين كاينه. خلاها عند هبطها جابها لعند واحد خوه في فاس واحد العيد الكبير وما يجيبها لي مرات لوسي ومرات خوها. جابوا لي البنت شفتها، كنت انا في الخدمه ما شفتهاش الا غد ليها قالوا عرفت البنت فين كاينه، مشيت شفتها، شفتها بقيت كنهبط نشوف البنت كنلقاها كتسيق. نعم. فيما نمشي نشوف البنت تلقاها كتسيق. مشيت عند المعلم ديالها قال لي يديها كيجيوني هكا بالنفخ، قال لي انا الاستاذ ديالها بكى، قال لي بكيت على ديك البنت على اليدين اللي كيجيو عندها هكا.
فنبات كنلقى دايره على الدره هكا ومغنبره على الدره. قلت لها حيده ماما داك الدره. قالت لي لا ماما انا ما نحيدهاش ما نقدرش حفيظه ما تخلينيش. البنت مشات للمدرسه هي مشات جلست معاها شويه دوزت واحد المده هبطت شديت البنت من يدها وقلت لها تقربيني نضربك. صافي هزيت بنتي ومشيت. نعم ماريا فهاد الشيء كله هاد العنف راه ما عشتيش بوحدك ولا عاشو رشيد بوحدو ولا عاشو العائله راه عاشو الاولاد صغار والولاد ما مسجلينش بدفتر الحاله المدنيه كيسمعوا الكلام النابي والخايب بل وحمزه مشى تقدم امام وكيل الملك باش يشهد فمو وهاد الولد تهز وتحط في الخيريه والساديه تهزت من عندكم مشات لعند باها وعالم الله يعني ما خفيه ربما كان اعظم ولادك كي دايرين دابا دابا لاباس وكي كانوا؟ كانوا معقدين. جات معاك الوالدة رحمة عليم. مرحبا سيداتي، أنت أم ماريا حوالي 66 سنة من مواليد تاونات. ولادكم كلهم قلتي لي الحمد لله متزوجين ومهنيين وأنت صبحتي جدة ما شاء الله مع وليداتك إلا ماريا. واش ماريا النهار الأول الحاجة انتم ما كنتوش مطالعين على هذا السيد ما عارفين عليه حتى شي حاجه علما بانه زوج الاقارب؟ لا الحبيبه ما كنا مطالعين شي عليه، كان الولد باه منين بنته عند خويا. بنتك قالت لينا بان اليامات الاولى كانت يامات مزيانه مع رشيد. اييه كانوا اليامات الاولى يعني. انت حسيتي بان يعني طليق بنتك زوجها انذاك تبدل؟ تبدل حتى ولدت السعديه. وحتى ولدت الاولى من بعد راه عام ولا اكثر راه عامين قول بالولدات السعوديه. وكتعرفوا علاش؟ ها؟ كتعرفوا والو ما كنعرفوا والو. وملي كتغضب بنتكم هي قالت لنا شي خمسة المرات وهي كتجي لدارهم. جات بالسعوديه جات عندها نقول لك السعوديه 4 شهور نقول لك 5 شهور جات عندها جابتها وجات غضبانه وجات بوحديتها. بنتك قالت لنا راه ما جات مره ما جات جوج ما جات ثلاثه ما جات اربعه وكتجي مضروبه. ايه هذا الشيء اللي سمعتي من بنتك اليوم واش كتسمعيه اول مره ولا كانت بنتك؟ لا هذه عاد اول مره. هذه عاد اول مره. اول مره كتسمعي هذا الشيء؟ عاد كنسمع هذا الشيء. ما عمر بنتك حكات لك هذا الشيء؟ لا والو. وجا الابن اللي كتعيشي معاه هذه 7 سنوات ميمتي ابنك السي رشيد اليوبي من مواليد 1967 باقليم تاونات. انت راجل ورشيد راجل، انت اب ورشيد اب، ولكن انا ملي جيت نتحاور معاك في الهاتف قلتي لي حتى نجي راه ما يكفيناش ايام وليالي نحكيو على المشاكل اللي كانت ما بين ماريا ورشيد. حنا غير اختصرنا. شتي هذا دابا هذاك السيد راه ما صالحش اولا ودابا خصك تلقات معاه. حنا ما عندنا غرض. نعم عرفتي هذاك راه ما صالحش. واولا هذه اختي هذه المراه دابا اللي عنده راه الثالثه راه عنده بنت في وجده عندها 21 عام وسامح فيها مع امراه قبل ماريا. مع امراه قبل ماريا وما كانت عنده 15 عام ملي تزوج مع ماريا. ما عندناش الخبر حنا ما عندناش الخبر وهذاك راه هو ما يصلح بعدا. مناش انتم السي رشيد باقيين مضرورين؟ مناش حنا سيدي مسالي منو يتسع منا؟ اش بينا وبينو؟ اش دابا علاش جا تابعنا؟ اش بينا وبينو؟ حنا تفارقين معاه هذه 6 سنوات ولادو شرحهم وتكرفص عليهم وما خلى شي فيهم وجناضت وطاحت وناضت وجمعت ولادها تبارك الله فهمتي ولاد وسجلتهم في الكناس الكبير وكتقري وليداتها كتنفق عليهم وكتنفق عليهم وكتخدم عليهم. وجاء ايضا السي عبد العالي بن شنتوف من مواليد 1973 بدوار بن ستيتن عملة تاونات. انت زوج اخت ماريا قلتي لي رشيد ما وقر حد وحتى انت يعني حاولتي تدخل بخيط ابيض وحلتي. جا عندهم واحد النهار الاول فاش دابزو معاه وسدوا عليا الباب جا عندي للقهوه دخلته للدار بدا قلت له دابا شنو هو الحل؟ قال لي دابا الحل هو ديال داك الدراري ما خصنيش نشردهم. قلت له مزيان دابا قلت له شنو هو الحل؟ هي وليت لعندهم هو مشى بحالاته هضرت معاهم قلت له دير على حساب داك الدراري ما تخليهمش مشردين. جا هو مشى بدا كيتصل بيا في التليفون كل مره يسبني يقول لك اختك دايره اختك دايره اختك دايره. كنقول له الشيطان راه عيط وحده الليل جوج الليل 12 الليل كيقول شي كلام اللي ما كاينش كاع. المره الاخيره ما عاودتوش دخلتو؟ لا باش تدخل مع ما تهضر صافي. ما بالحسن الراجل ما فليب بعقله كتهضر ما كيبقى كيقول شي كلام ما طيحش به جوج حتى كاع. واليوم شنو جيتي كتمنى اليوم؟ كتمنى كتخدم مع وليدها سايبه عاد منها عطيها التيسع صافي ما عندها ما يدير ما عندها ما دير بها واش غدير بها واش غدير غير المشاكل
واش السيد ما كيعيد لها ما كي عمر ما واش هذوك ولادو عمر ما شرى لهم حتى ما عرفهم لا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير ولا حتى شي حاجه. ما عرفهم واش واكلين ولا شاربين. هذاك ما ماشي انسان هذاك ماشي طبيعي. ماريا انت اللي خدامه على وليداتك من امتى؟ من نهار طلقت. اشنو العمل ديالك؟ العمل ديالي كنخدم في الباتيسري. نعم. وليداتك مقابلاهم الوالده؟ كنخليهم دابا بوحدهم. دابا انت كاريه بوحدك؟ انا كاريه بوحديتي. وليداتك كيعتمدوا على نفسهم تيمشوا للمدرسه؟ كنعمر لهم التليفون كنخرج انا كنخرج مع السانس وهما كيتبعوني في السبع يمشيو للمدرسه. كتعتبري نفسك اليوم انت يعني تهنيتي اكثر ولادك ارتاحوا نفسيا اكثر وعايشه احسن؟ انا واخا يعني ما عندي ما كنقدرش عليهم بالمصروف وداك الشيء كنتخصص من المصروف اللهم نتخصص من المصروف ولا صداع. ماريا الكلام اللي قالت لنا الوالده ديالك فاجئنا انها تفاجات في حوارنا اليوم بتصريحات اللي جات على لسانك اللي ما كانتش بالها من قبل. واش معنى هذا انت كنتي كتخبي ما كتقوليش كل شيء؟ يعني ما كنتش باغيه نعيبهم على الوالده اصلا ما كنتش باغيه نعيبهم. كان عندك امل ان غتغير الامور غتصلح بيناتكم؟ انا كنت نقول هذه المره غادي يدير عقلو هذه المره الثانيه غادي يدير عقلو المره الثالثه وبقينا غاديين غير هكاك. انا كنت كل مره كندابزو كنقول غادي هذه المره هذه اخر مره ونوليو عاوتاني نعاودو من جديد ديما كنا بحال هكا. اليوم حسيتي بنفسك في موقف دفاع على شرفك وشرف ولادك؟ كتمناي ولادك يتسجلوا بدفتر الحاله المدنيه؟ انا ما كانش ولادي يتسجلوا بدفتر الحاله المدنيه. وكتعرفي رشيد باش كيطالب واش باغي؟ لا انا ما عرفتش باش شنو باغي. هو كيطالب بالخبره ديال لادين مع الوليدات بالاخص حمزه واناس. مستعده للحوار مع اساتذه ينصحونا قانونيا ونفسيا. ولو ان طليقك ما حاضرش راه غادي يكون تيتابع البرنامج. تفضلي ماريا. أستاذ مصطفى أشيبان، من أدبيات الحوار ومن شروطه وإحنا في الخيط الأبيض وهدفنا هو الخيط الأبيض وتقريب الرؤى لأجل التصالح مع الذات ومع الآخرين النفسي والمعنوي، أن الإنسان من اللي يلتزم معنا يحترم الالتزام. رشيد هو اللي طالب أنه يتحاور مع ماريا ومع أهلها، وهو اللي طالب الخبرة ديال لادين، وهو اللي طالب أنه يتأكد بأن الولاد واش ولاده، ولكن راه طرت عدة نقاط اللي ربما غادي نصحوها. واش مجبرة هاد السيدة تعمل هاد الخبرة؟ ثم هاد الوليدات أشنو مصيرهم من حيث الإنفاق؟ ثم ملي كتمشي عند ضابط الحالة المدنية وكتقول لك قالوا لها لا ما يمكنلكش تسجلي، هنا راه مسألة ما واضحة شي وغامضة بالنسبة لهاد الناس. وبالنسبة للطلب ديالو كيقول لك أنه كيطلب الخبرة الجينية أو يسمى بالبسمة الوراثية، فهذا أولا من الناحية القانونية. إذا رجعنا المادة 153 يثبت النسب بالفراش ولا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الزوج عن طريق دعوى اللعان أو عن طريق الخبرة الطبية، ولكن بشرطين. الشرط الأول وهو أن يدعم إدعاءاته بحجج قوية، وثانيا أن تأمر المحكمة بهذه الخبرة. الشاهد عندنا أن يعني الدعوى اللعان لا يلتجأ لها في أغلب الأحيان، لأنها أولا بشروط شرعية منها ما استقر عليه فقهاؤنا من انه اللعان يعني بمجرد الرؤيه او بمجرد يعني العلم او بمجرد رؤيه يعني الحمل، بمعنى انه السيد رشيد انجب الاطفال وكينفق عليهم وكانت يعني واحد العلاقه مستمره حتى من بعد يعني التطليق يعني انفصال هذه العلاقه الزوجيه، يلا بدا كي يعني يحاول ان يطعن في هذه العلاقه في علاقة النسب، وهي غير مقبولة بناء على المادة 153. ثانيا على أن حتى المشرع في هذه المادة هذه عندما ربط يعني الخبرة الطبية بوجوب هذا الزوج أن يثبت أو أن يؤكد إدعاته بحجاج، مثلا إذا كان كيشك في الزوجة ديالو واش عنده محضر الضابطة القضائية، إذا كان كيشك يعني أنه ماشي ولاده واش فيه هو عقيم، اختي انتي بواحد الشهاده الطبيه، بمعنى ان الحجاج تكون دامغه وتكون منطقيه حتى تعطيه الحق وبالتالي يعني ينفى النسب. وفي الحاله هذه يعني هذه الشروط هي غير متوفره اصلا، وان الطلب ديالو كيبقى يعني من الناحيه القانونيه غير مقبول.
الا ما اذا ارتأت المفارقه الطريقه ديالو ان يعني حبيا، وهذا مساله كترجع لها. اما فيما يتعلق بدعوى اللعان فانه اللعان يعني توا كذلك بشروط، لانه هذا رمي المحسنه، والقاعده الشرعيه وهو هي في سوره النور: الذين يعني يرمون المحسنات ثم لم يتوبوا شهداء فاجلدوه 80 جلدة. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني لهم شهداء، يعني انه هو كيرمي يعني الزوجه ديالو يعني بواحد المسائل اللي هي غير اخلاقيه، هذا خطير. وكنصحوا دائما ان الانسان البينه على المدعي، الا ما كانش وسائل الاثبات لله سبحانه وتعالى في سوره النور يعني اكد عليها وهي شهداء كاين عقاب. ولكن حنا مادام ان هذه المساله غير مطروحه كنقولوا يعني انه يجب تجاوزها، لانه سبحانه وتعالى الا الذين تابوا واصلحوا ان الله غفور رحيم. هذه المساله ديال الدعوه اللي يلجا لها لانها يعني بشروط يعني شرعيه، لا يعني كتكون من الصعب على الملاعن الالتجاء اليها لانه كيفوت الوقت. ثانيا لان فيها الحلف، يعني لانه شنو هو اللعان؟ كنقولوا دعوه ديال اللعان جات من ماده 53، وهو انه يعني اليمين، يعني اليمين يعني الحلف. بالنسبه يعني لهذاك سمعنا انه كاين خيانه زوجيه، كنعرفوا انه الفصل 491 من القانون الجنائي انه يعاقب من سنه الى 5 سنوات، يعني اذا كانت هناك واحد جريمه ديال الخيانه الزوجيه، وحنا كنعرفوا انه جنحه الخيانه الزوجيه لا تموت الا في حاله التلبس، يعني انهم يشدوهم او يعني كيطاردوهم وتم القاء القبض عليهم، او هناك اعتراف، او هناك مكاتب صادره عن المجتمع. وبالتالي كنقول على انه هذا هو كل شك، وكيبقى مسائل هي غير ثابته وكتبقى في يعني في العالم يعني الافتراضي. وكنعرفوا على انه ما هو يعني اليقيني وقطعي يقدم على الظني، بمعنى انه هادشي اللي كنا سمعنا بانه ماشي ولادو كذا وما لجاش للطرق الشرعيه القانونيه، كيبقى الكلام يعني وهذا والطلب غير مقبول. بالنسبه للتسجيل في الحاله المدنيه فانا سمعنا انها يعني مسجلين في يعني في سجلات الولاده، وما على يعني الام الا ان تلتمس واحد يعني الاستصدار هذوك النسخ من سواء كامله من اجل تسجيلهم يعني في من اجل يعني الولوج ديالهم في المدارس ويستكملوا يعني التعليم ديالهم، وهذا حق على يعني حقوق هذا ديال الاطفال على الابوين. دابا ما كاينش الاب، يعني الام يعني الحاضره معنا كانت يعني ان تحقق يعني هذه الالتزامات المفردات عليها والواجب عليها تجاه ابنائها. ولا كانت يعني ما يتعلق بالحاله المدنيه، اذا كان ضابط الحاله المدنيه ما تعفاش، راه كاين قسم ديال الحاله المدنيه بالعماله يمكن ان تجاهله، لانه هي سلطه اداريه اعلى من ضابط الحاله المدنيه. نعم. استاذ ابو بكر حركات، احنا لاحظنا من الحوار اليوم ان يعني البنت اللي هي ماريا دلت لنا بشهادات ربما ما تفاجئتش بها الام بقدر ما تفاجئت بها العائله الرجال اللي حاضرين، وشفنا الغليان اللي عشنا معاهم في البلاطو اللي طبعا ما راحنا كنعملوا مونتاج ما كدوز الا لقطات من البرنامج. معنى هذا ان ماريا وعائلتها اللي عاشروا هذا السيد اللي حنا يبقينا طيلة البرنامج تنقولوا غير عمل ودار ما عطاناش فرصة باش حتى هو يدلي برأيه، معناه أنهم حتى هما راهم صبروا على هذا الوضع لمدة 10 سنوات. بالفعل وين قبل ما نرجع للعلاقة ديال ماريا والشخصية ديال رشيد والانفعال اللي شاهدناه هنا في البلاطو، وربما من حسن الصدف انه ما حضرش حيت ربما كنا نوصلوا الى ملك حمد عقبه، كانت وجه للسي رشيد باش نقول له حشومه عليك، حشومه عليك حيت هججتي قومه. انا السي رشيد حيت وعدتي باش غادي تجي، راه ماشي ساهل البرنامج باش كيتقام، لا من الجهد ولا من الوقت ولا من الماده ولا من التفكير ولا من كل حاجه، وانت اللي طالب، ولكن ربما عندك اسبابك علاش ما جيتيش، وربما من ضمن هذه الاسباب انه دورتيها في راسك ولقيتي انك فتي واحد الحدود، وانه لو كان جيتي للبرنامج يعني يمكن الناس اللي غيشاهدوك غياخذوا عليك واحد النظره اللي انت ما قدرتيش تشوف وجهك في المرايه.
ماشي غير استاذ. انا حاورت رشيد لمده اكثر من 4 ساعات متتاليه هاتفيا، وفي نهايه المطاف كانت عندي اسئله اللي قلقاتني، حاولت نطرحها عليه، حاولت نرجع معاه للطفوله ديالو، قلت له كيف كانت طفولتك؟ قال لي العذاب، انا تعذبت على وجه الارض وتحملت المسؤوليه بكري وما كاينش اللي رحمني، وكانت التفرقه مع مرات با داخل البيت مع الاشقاء وغير الاشقاء من الخوت. وقال لي بان الوالده ديالو هو شاك في الظروف ديال الموت ديالها، وقال لي بان جوج الخوت ديالو تحرقوا قدامه، وقال لي رشيد بان، قلت له واش شفتي مشاهد ديال الخيانه وانت صغير؟ قال لي كثير. اذا هذا الشيء كياكد انه راه الشخصيه ديالو الى الضربات راه كاين علاش، ولكن هذا الشيء ما كيشفعش ليه في انه يكون هو كيقول هذا الشيء انه كيعذب الزوجه ديالو وعذب الاولاد ديالو، لانه ملي كيشوفهم هم كتضرب، منين كياخذهم وكيتكيهم وكيبغي يذبحهم، راه مشاهد ديال الرعب، راه ما عاشوا الرعب في 4 سنين، راه عاشوا الرعب هذوك الاطفال. كيفاش غادي بحال اللي كبر هوايا اثروا فيه الاشياء اللي شاف، بحال اللي غيكبروا هما من بعد هما النفسيه ديالهم مزعزعه، لان هنا بغيت نرجع لها، لان وقع انا تفاجات منين هو كتقول جا وخدا، هي مشات لبنتها سعدية، مشات لعند الاخت ديالها عند خالتها في العطله، ومشى هو وهزها وعامين ما سولاتش بنتها بحجه ان ما عندش هذا السيد، ما كانش يعني كاين في ميدل، ولو بقوه القانون غتمشي عند وكيل الملك وتقول له خطف لي البنت، كيفاش عامين ما تسولش في بنتك وتبقى هذيك البنت كتعذب؟ ما عرفتيها واش عايشه مزيان ولا ما عايشاش، واش كتقرا ولا ما كتقراش، يعني باها ايه فعلا، ولكن ما دمتي وطلقتي راه كيولي الامور كدوز بالقانون، كاع ما قدرتيش غادي يمشي الاخ ديالك يسول، غادي يمشي واحد من العائله غادي تسولو خوتو فين دا البنت. هنا انا كنوضع علامه استفهام، كيف لا هي لا العائله ديالها ما قالوش راه نقلبوا على هذه البنت، هذه كيفاش كانت هذيك البنت عامين وهي عايشه هكاك، يعني كتشوف نفسها متخلى عنها، لان حتى هي كانت كتعذب عند دار عمها ولا. فهنا انا كاينش عندي امكانيات انا باش نسول فيها، انا براسي كنت كنصغي مع دارنا، انا براسي خوتي كانوا كيقولوا لي ارمي ولادو، كيقولوا احنا دوري كيخسر انك اليوم كاريه دارك مع وليداتك، انا خوتي كيقولوا لي الوالده عايشه معاك، صار انا خويا الكبير كنقول لي ارمي ولادو، ما تجيبيلوش ما تجيبيلناش ولاد هذا، علاش هذا؟ لا ما تجيب، كيقول لي ارمي ولادو، بغيتي تجي طلقتي حطي لولادو اجي بحال راسك. انا ما يمكنليش، انا كنت جالسه مع دارنا كانوا شادين لي الدري الصغار، كنت انا خدامه يعني ديك الخدمه ما كافيانيش باش غنمشي نقلب على بنتي وباش غادي نمشي ليه ونمشي ليه. هذا من المشاكل كذلك ديال الطلاق، انه رمي لولادو بحال لا يعني هي، ما نعرفش انا واش والديك رماوك ولا رماو شي واحد باش يقدروا، لا حيت ساهل دابا ما كنلومكش انت، ولكن ساهل باش نقولوا للمراه ارمي ليه ولادو للراجل، بحال لا هي ما حملاتش بهم ما رضعاتهمش، ما كاينش واحد الالتحام بينها وبين ولادها، هي عندها خوتها يعني كلشي مزوج كلشي في دارو، امها عايشه غير مع واحد من الخوت، فهمت انه الله يكون في العون من الناحيه الماديه. هنا استاذ السؤال اللي كيتطرح، واش كنعملوا في اعتبارنا هذه المسائل ملي كنزوجوا البنت في 14 و15 عام؟ انه شكون غيتحمل معاها المسؤوليه من بعد؟ وهذا من دواعي اللي كانوا في المجتمع المغربي قبل ما تولي المراه كتقرا وكتخدم وكتقوم براسها، انه ممنوع تطلق حيت كتمشي بوحدها وممكن ترجع فيها 4 ولا 5 ديال النفوس ولا اكثر، اذا شكون اللي غادي يهزها؟ كان مشكل اقتصادي وعاد المشكل ديال السمعه ديال العائله وعاد اشياء كثيره، ولكن الان ما يمكنناش باقي نفكروا بهذيك العقليه، يستحيل، ما كاينش رمي لولادو، حتى اللي ما قدرش كاين المحسنين، كاين المساعدات، كاين يعني الاولاد يعيشوا مع والديهم يعني ولا مع الام ديالهم، ولا ما كانش تفاهم ما بين الوالدين واخا في الفقر، ولكن كاين واحد الام اللي كتعطف عليهم اللي كتحن عليهم، هذا هو اهم شيء. اليوم سمعتي نصائح قانونيه ونفسيه من الاساتذه، واش هذه الايضاحات القانونيه مثلا كانت في بالك من قبل؟ الى غير سمحتي، الى سمحتي قبيله يعني قلتي ما طلبتيش بالنفقه حيث ما عندكش امكانيات ماديه، والاستاذ راه كنشرح في واحد الحلقه من الحلقات انه ولو ما تكونش عند الام الامكانيات الماديه وكانت مطلقه، راه كاين صندوق ديال المساعده في المحكمه باش تتم الاجراءات باش تطالبي بالنفقه ديال ولادك، حيت هذاك حق ديال ولادك بلا ما تادي حتى شي حاجه. والان يعني داز قانون اللي مصادق عليه، والحكومه ولا الدوله خصات واحد الميزانيه
للاشخاص اللي يعني الامهات بحالك المطلقات اللي ان الدوله كتاخذ على عاتقها هي تساعد بيد ما الاب وتحسنات الوضعيه ديالو ولا ادى ولا يعني كتولي بينه وبين الدوله. فخصك تسولي على راسك من هذه الناحيه. هذه عاد كاينه دابا. هذه كاينه ولكن حتى من قبل كيمكن لك تدعي يعني الدوله هي اللي كتحمل المصاريف ديال الدعوه لان ما فحالكش. انا تصندوق في خبري غاد عاد مؤخرا ماشي شحال هادي. ف يعني شوف هذا كيبقى الاب ديال ولادك كيف ما كان الحال. احنا كان انا معناتها كنتوجه ليه يعني النصيحه اللي يمكن نقول ليه هو انه وما ياخذهاش عيب او عار او حشومه انه يتوجه لواحد الاخصائي نفساني باش يساعده لان هذاك الشيء اللي عاشه في الطفوله ديالو اثر لي على الشخصيه ديالو اثر لي على النفسيه ديالو ولات عنده سلوكات اللي هي مضطربه بزاف وما زالت تاثر لي على العلاقات ديالو الانسانيه. فاحسن ما يعني يكمل حياته في الحبس ولا يقعوا مشاكل بينه وبين ولادهم بعد يشوف اخصائي اللي غادي يساعده. خصوصا الان رب اسره ثانيه وعنده وليدات وعنده بنت من قبل مقبله على اذا هذه الاشياء اللي ما ياخذهاش يعني انها قذف ولا ضرب فيه بقدر ما هي نصيحه ليه. ثم ماريا يكفي وليداتك ما عاشوا حسب ما حكيتي لنا من عنف نفسي تمارس عليكم كاملين في الظروف اللي عشتوها كاملين لان ما كانوا جوتيها من حد لان هذاك الشيء اللي بيناتكم كيعلموا الله. انما هاد الولاد واش كتحاولي الان بما انك قلتي ارتاحوا نفسيا تبعديهم على هاد الاجواء وما تنقلي لهمش الصوره المظلمه ديال باهم لان كيبقى باهم كيف قال لك استاذ واي حاجه كتقوليها لهم راه غتنعكس سلبا على نفسيتهم من بعد كتعرفي هاد الشيء. انا كنقول لهم باش تمشيو عند باباكم كيقول لك ما نمشيوش. علاش؟ ما عرفتش علاش. بحال المره درت سميتو معنا ما عطيش النمره ديالي درت البريفي دوزت له البنت كتهضر معاه قال لها بنتي انت ماشي بنتي. قلت له بابا انا سعديه قال لها لا انت ماشي بنتي. اذا استاذ هما بجوج ملزمين بانهم يصحوا هذه الصوره عند الولاد. دابا اللي عطى الله عطاه هما مطلقين ولكن بيناتهم ولاد. بطبيعه الحال. وقطع عليا وليت صونيت عليه. وقال لها راه ماشي بنتي ودوز لها المراه قالت لها انا بغيتي باباك اجي قلبي عليه ونتسولي ويقول لك هاد الهضره. يعني هاد ولاد وهي قالت انه هو كيطالب بالخبره ديال الجينيه هي مساعده باش دير الخبره وهذا اكبر دليل على انه هاد السيده راه ما فكرش على عجينه بحال اللي كنقولوا لانه تعرضت حالات من قبل وشفنا النتيجه. ف سي رشيد الله يهديك على ولادك لان هذوك الاولاد راه ما دربهم حتى شي حاجه. الا عندك مشاكل مع الام ديالهم حاول انت الان طلقتي وما بقاش وما تعاقبش الاولاد بالذنب ديال الام الا كتعتقد ان عندها ذنب. هذوك ولادك كيفاش غادي يكبروا وكيفاش تقول لبنتك ان انت ماشي بنتي ولا البنت اللي عندها 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين هي غتمشي تقلب على الاب ديالها ماشي معقول. راه انت راه هي محتاجه ليك الان بقدر ما محتاجه لما محتاجه لباها واخا مطلقين واخا بعيدين واخا تشوفك غير مره في 3 شهور. كانوا مؤخرا ضيوفنا بالخيط الابيض السي عبد الله الزراري من البيضاء حاليا وزوجته الاولى بالفاتحه رشيده سيتي واللي ظلت كتعيش مع اهل الزوج بثلاثه ديب النور في ظروف تنقلات دائمه للزوج لغرض العمل. فمن جبت البنيه الاولى والوحيده بيناتهم رشيده وصارت البنت راضيه عندها 6 شهور الا وخرجت تشوف العائله ديالها الشيء اللي ما رضاش بالاخص عيسى الاب ديال الزوج بحيث كانت معاه في الدار وكتقول طردات من البيت. فمنذ ذلك اليوم كيقول عبد الاله هو خير من طرف عائلته والديه بالاخص ما بين مراته رشيده سيتي وما بين بنت ورجاء وما بين والديه ما بقاش مشى شاف البنت خصوصا وانه تزوج من بعد ما جا للدار البيضاء من بنت عمته ونجب منها 3 ديال الوليدات وهذ المراه طبعا الله يعمرها دار. عبر منبر الخيط الابيض احنا بكينا مع هاد العائله وهاد البنت كتعانق بها من بعد 22 سنه من الفراق ومن الغياب وكانها في ديك اللحظه غفرت له كل ما سبق بل وكانت تقول لما انت تحرمتي من باك انا ما تحرمنيش من با ما بغينا لا دعوه لا نفقه انا بغيت نعانق با.
كان لازم حنا نتابعوا هذه العائله هذه ونعرفوا فعلا واش البنت سجلات بدفتر الحاله المدنيه، لان امها كانت مزوجه غير بفاتحه وبا عاود حياته، وبقات المراه الاولى معلقه ما مزوجه ما مطلقه. حنا خدينا يعني الاب ومراته الانسانه الطيبه وزرناهم علما بان سي عبد الاله ساعدنا، لان مباشره من بعد البرنامج عرض على بنت ورجاء وعلى الزوجه الاولى وعلى العائله ودش للصلح الحقيقي في داره. قلت لها سيدي بنور متابعه لدعوه الصلح. خرجنا بخير فاهمين، ديتهم باتوا عندي تعشاو بخير وعلى خير، فرحوا تما مزيان، انا فرحت خوتها. الناس اللي شافوا البرنامج كيعيبوا عليا كيقولوا لي 22 عام انت فين كنتي مغيب على هذه بنت 22 عام، وانا جاني جبل عالي ما نقدرش نوصل ليه، والحمد لله بخير. دابا حنا وصلنا النتيجه وراء الوراق كيتصاوبوا والامور تحسنت كما كان. كنمشي عند بنتي كنجي عندها كنتصلوا ببعضياتنا بخير وعلى خير. ملي خرجنا من البلاطو مشينا للدار ودينا معنا رجاء ورشيده وجدها، مشينا للدار وتعشينا وضحكنا وفرحنا. من بعد واحد السيمانه مشينا عندهم ومشينا عندهم للدار، وديت معنا العائله كثيره اللي تكبر بها، اللي الدوار كامل يشوف ويعرف ويسمع ان رجاء جا عندها باها ومرت باها وخوتها وعمات عمتها وعائلتها كامله، وهذاك النهار باها ذبح ليها. سي عبد الاله هو فعلا الناس تفاجئوا، قال لنا واش هذا الراجل كان ميت اللي ما شافش بنته 22 سنه. كان المتصل بالخيط الابيض هو سي عبد الله يجازيه بخير، واللي من بعد ما خرجتوا من عندنا الحمد لله راكم تعشيتوا ديك الليله، بقيت كنتصل بكم حتى نص الليل، تعشيتوا جميع ضحكتوا فرحتوا. الغد عاود ولا من بعد يومين جيتوا عند البنت فرحتوها. سي عبد الله الله يجازيه بخير كان فعلا خيط ابيض وواصل معكم الخدمه، بحيث اخر مره فاش دفعوا الوريقات للمحكمه باش تسجل بنيتك في دفتر الحاله المدنيه كان واقف. الله يجازيك بخير اسيدي ويكثر من امثالك. حنا باش نحضروا لهذه الفرحه معاكم مع رجاء مع ميمتها، جينا من الدار البيضاء معاكم الثلاث سيدي بالنور، وبغينا نشوفوا رجاء ونشوفوا الى اي حد هي اليوم فرحانه. ياك اسيدي يلا خيطنا البيض نبرو بسم الله. بسم الله. عمر الضي انا ما شفتو كاع، الا شفتو عندكم اول مره شفتو عندكم تما في الخيط الابيض. من هذيك المره حسيت واحد الفرحه كبيره بزاف، حسيت براسي فرحانه ملي عنقتو، حيت عمرني ما شفتو. ضاع النقني وقال لي الليله يلا تعشوا عندنا كاملين وتشوفوا خوتك وتشوفوا العائله ديالك كامله. ومشيت معاه شفت خوتي شفت العائله اللي عمرني ما شفتها ما كنتش كنعرفها كاع. انا حسيت بهذيك هذيك الليله فاتت عندي انا احسن ليله، انا ما كنتش كنتوقع شي نهار اللي الضي صاوب ليا الاوراق وتولي انا الاسم ديال الضاد الكنيه ديالو الكنيه ديال العائله ديالي. ما كنتش كنتصور طلع ونزل وتنحن بزاف باش علاش حطني وصاوب ليا الاوراق. كان الناس كيعايروني كيقول لي السياره ماشي ما عندك الاوراق لا حتى شي حاجه، وانا اليوم الحمد لله انا اللي ضحطني وجاب الحاجه الكبيره وكدر ليا وجر عدي وتنحن بزاف. ما كنتش انا نصورك شي نهار نوصل لهذا الشيء كامل. فرحوا بينا، بنتنا ضاحكين، بنتنا لاعبين، بنتنا نقجموا، وددنا على خير وبخير. وليني هو عزيز على قديمة، راه عمر العين ما داروا معاه، خرج تبكي برا ودخل عديت بحزن وحق، ودخلت قالت لي أمي تبا فين؟ قالت لي أباك من قتي؟ راه خرج رعاه صغيرة وانتي باقا معاقلاش فيه، وراها بنيتي انا حنا دعيناه ومشاهان وتنهتت وبكات ومسحت موحة ودخل عدي انا وتانا بعد نخرج تنخرج برا عاد نبدا نعدد نبكي. سمعت سمعت يا رجا بنتي سمحي لي، وراك دير قديمة في البال ديالي ماكش ناسيك موالو، انتي بحال بحال خوتك وانتي عز من خوتك انتي الاولى، واليوم راه كاع داكشي اللي ضيعتو لك وهادي راه كاع نعوضو لك اي حاجة، واليوم راك عز عليا الوراق ديالك والمسائل وكلشي راني تنطلع فيهم، تخافي حتى من شي حاجة، اشني اللي كضرك؟ شناهي؟ شني اللي باغا مني؟ كيضرني ملي كنت باقا محطوطاش في الحالة المدنية، الناس كانوا كينوضو وكيعايروني، كيقول لي السيارة ما عندكش حالة مدنية ما عندك لا وراق لا والو،
الحمد لله كل شيء يتعود وتصاوب الوراق وكل شيء رحنا دافعين ذاك الشيء أمورها تدوز بيه خير وعلى خير مزيان. أنا راه عمر مين نسيتك، أنا كل عيد كنت فكرك كنت كي إيا عواشر إيا كل مرة كل مرة. الحمد لله أنا اليوم أنا مسامحك، أنا مسامحك. مسامحاني؟ من خاطرك؟ من خاطرك. الحمد لله. بغاتك تدخل سوقها، بغاتك تجي تفاقدها، ما تمشيش وتنساها، جي عندها طلع عليها وتشوفها كي دايره ديك الطله راه تزيد لها في عمرها. مرحبا بك وراه تفرح. انا سمحت لك في 22 عام تاع الصير، سمحت لك على حق بنتي، على حق تحط في الحال المدنيه. انا بنتي ما منسيهاش، راه ديما الاسم ديالها مرفوع من اليوم ابتداء اليوم، راه السميه ديالتك والكنيه الزراري رجا، من اليوم الزراري رجا، راكي بنتي ما ناسيش والو. ها رجاء الحمد لله من بعد ما كانت عيانه وشافت الطبيب، شافت باها الطبيب الاول، لان شوف النفسيه ديال هذه البنت كيفاش تغيرات، شوف هذيك انا مسامحاك با كيفاش خرجت من اعماق القلب، والحمد لله العائله كلها مجموعه والماضي لا عمل عليه. ولكن استاذ رجاء ما عاشتش مع باها 22 عام ونهار تلاقاتو احتضناتو وعنقاتو، انما ما عاش معاه العنف. هذا هو نتمنى يجي واحد النهار اللي السعديه وحمزه وانس يشوفوا باهم ويشوفوا بحال اللي شافته رجاء. صعيب باش يشوفوا بحال اللي شافته رجاء، لان بحال اللي قلتي ما كانش العنف، هما هذوك الاشياء اللي عاشوها وهذاك العنف اللي تمارس عليهم واللي بقى واللي حتى الان، يعني ياخذ الدري ويقول لي هاجي يبدا يدير معاه استنطاق بوليسي ديال واش هذا كان مع الام ديالك، ولا اللي كيخلخل به النفسيه ديال الطفل عنده 6 سنين ولا 7 سنين، هذه اشياء كلها اللي كتبقى في الذاكره. واني نتمنى انه ما يغيبش 20 عام عادي يلقاهم، ما يفوتش الحال. نتمنى انه ولادو كيسولوا فيه ما يقطعش عليهم التليفون ولا يقول لهم انتم ماشي ولادي، تيثبت العكس. نتمنى انه يوعى بهذه الامور هذه، ونتمنى ان ماريا هي كذلك تبين لهم وتبين له ان المشاكل اللي بينه وبين اللي عندهم هما مشاكل بيناتهم، هما كبار وراشدين، ولكن الاولاد نعفيوهم كيخصهم يبقاو في واحد المأمن من هذه المشاكل هذه. ماريا هذا الرجل شرح لك استاذ شيبان بان انت غير مجبره لانك تعملي معاه الخبره، ولكن مادام هو طالبه انت اش كتقولي دائما؟ انا ما كنطلب منه حتى شي حاجه، هو طلب الخيط البيض يكمل معايا، انا ما كنطلب حتى شي حاجه منه. انت كتعاتبي على انه طلب وما جاش؟ هو اللي طلب، انا واخا كنبقى بقيت غير انا. نعم. وهي ما نطلب منه حتى شي حاجه. واش كتعرفي بان هاد الوليدات راه من حقهم يتسجلوا، من حقهم النفقه ديال باهم، فوق هذا من حقهم باهم يطلع عليهم يشوفهم. بوحدك ما تقدريش تربي ولادك بوحدك، خص باهم، حنان باهم، عطفو. هو سمح فيهم، واش هو سمح فيهم؟ سمح فيهم حتى انا باهم كنعيط له، كنصيفط له، كنعيط له، ما كيبغيش يجاوبو. عندك ما تقولي لرشيد؟ لا انا ما عندي ما نقول له، ما بقات بيني وبينه حتى شي حاجه. هو وزوجته حياة العباسي يقول خالد الخبير المتصل بالخيط البيض في 27 ابريل 2012 من نفس السن هما ومن مواليد 1972، هو بفاس وهي بسيدي قاسم. زواجهم تيقول كان عن حب واختيار سنة 2003 باش عشت معاه مع الاهل ديالو بنواحي فاس، وباش نجبوا بجوج جوج الوليدات، بنت من 7 سنوات وابن من 4 سنوات. كيقول الزوج خالد الخبير زوجته العاملة بالبيوتات حاليا كتعرف منذ البداية حقيقة الظروف المادية والمعيشية، وكتعرفوا إنسان على قد الحال، وكتعلم أن عمله بالفلاحة ومرتبط بالأرض، لكن من نهار تزوج بهاد السيدة تيقولوا هي دائما هاربة لدارهم وفقعانة وما عجبها حال، كتحلم بالحياة في المدينة. فجاء واحد الوقت ان في اخر خصام بتاريخ 17 فبراير 2012، ومن بعد ما كانت تخرج للمراه وكيمشي داخل عليها وتعاود ترجع بمشقه الانفس، قال بان هو فاض به الكيل ومبقاش مستحمل هذا الحال، تخاصموا، هز يدو عليها ونطق بالكلام اللي ما كانش خصو يتنطق ما بين رجل ومراته. اشنو عملات الزوجه؟ هنا تيقول خدات معها البنيه وخلات الولد مع باها في سيدي قاسم. هاد الزوج لزوجته تيقول لها انت النهار الاول عرفتي ظروفي، عرفتيني انسان بسيط، انا ما محتاجكش تخدمي، مادام انت عرفتي ظروفي انا قاد بولادي وبيك باللي عطى الله وبشرف
وبالتراضي. ثم إذا كنت دائما كتبحتي على يكون عندك بيت مستقل، أنا مستعد باش نوفر لك بيت مستقل من زوج لزوجته. دعوة إلى الصلح. أنا تعرفت على حياة أختي قلت لك الوالد ديالي اللي خطبها لي، أنا ما كنعرفش دوك الناس كاع، وتزوجت بها هي هذيك ما تزوجت بها. كانت كنا النهار الأول على خير وبخير، نهار التالي ملي خرجت حامله بواحد البنيه مابقاش كتعمر ليا كاع الدار، ديما هربانه لدارهم، ديما هربانه لدارهم. كنمشي كندي الناس بحال تندي الدراري صحابي مالين طوموبيلات، ما تبغيش ترجع ليا. كل مره في المشاكل. جلست عام في الدار، هي هذيك من جلست عام في الدار قال لي باها دفع على بنتي الا بغيتي نردها لك. طلع ليا الخز، هزيت الحوايج من تما، جيت هنا للقنيطره، جيت كريت واحد المهرجيه القصار، بقيت انا وياها ساكن. بقيت خدام مع شي ناس، مع واحد الصبري تنصور مع هذيك 30000 ريال كان كيعطيني 1600، ديما خدام معاه، ما خصني حتى شي حاجه. واحد الايامات مشات تخدم عند واحد الناس، ما قالتهاش ليا. مشيت انا للخدمه، جيت ما لقيتهاش في الدار، لقيتها دايره لي اتاي والخبز بارد. قلت لها شنو هذا الشيء حيد لي دايره ليا؟ واش انا تنقيل في تماره وراكي عارفه الخدمه ديال البني؟ قالت لك انا رانا خدمت يوم. قلت لها ما تخدميش ليا، ما قلتلكش خدم. ضربتها وماشي شي ضرب، والساعات ولا كل شيء كيدابز وكل شيء كيتصادع. ماشي انا ما تعلمت انا فيها، والساعات ولا ماشي هي مراتي زعما الله يعمرها سلعه، ما فيها لا خارجه لا داخله، كتصلي معقوله ما فيها زعما الله يعمرها سلعه، راه غير الساعات ولا والشيطان ود الحرام وصافي. ماشي وحنا رشيد من هذا المنبر، ولو ان ماريا ام وليداتك تتقول لك ما بقى عندي ما نقول لك، حنا عندنا ما نقول لك. جا الوقت ان الانسان يراجع نفسه، لا انت ولا هي، لان دوك ثلاثه الوليدات عملتوهم جميع وكتحملوا المسؤوليه جميع مهما كانت الظروف. ثم هذوك الوليدات راها قمه درجات القسوه والظلم ان الانسان يكون وليداته من صلبه ويواجههم انا شاك فيكم، قدروا نشكوا في كل شيء الا في دمنا، لان هذه كلمه صعيبه صعيبه صعيبه. فباش تداويها كنتمناو، راه الوليدات ما محتاجينش غير نفقتك ولا اعترافك، محتاجين منك من بعد ما كل ما مضى وفات انك تطلع اليوم وتعوضهم على ما فات، وهذا هو اللي كنتمناه. واخا تغيبتي الى عاوتاني اتصلتي بنا راك غادي تلقانا، الى ما كنتيش انت عند كلمتك فاحنا دائما بالخيط الابيض عند كلمتنا. اتصالاتكم بنا من الاثنين والى الجمعه في اوقات العمل 05 22 66 74 74 و24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، باش تركوا لنا رسائلكم الهاتفية اللي كتوضحوا فيها سوء تفاهم، المشكل، النزاع لا قدر الله مع الأطراف المتدخلة في هذا المشكل أو النزاع أو سوء التفاهم، والأرقام ديالهم تكون مضبوطة الله يجازيكم بخير وبإيجاز، لأن هذا غير مسجل آلي. ثم باش تبعثوا لنا دائما بهذه الرسائل كاين 05 22 66 73 74، الخيط الابيض @2m.tv هو عنواننا الالكتروني، هو العنوان اللي يمكن ترسلوا لنا فيه من المغرب من الخارج ملاحظاتكم انتقاداتكم رغبتكم في المشاركه دخولكم بالخيط الابيض. ثم هو الرقم او هو العنوان الالكتروني اللي يمكن تشاهدوا عليه اعادات بث البرنامج سواء هذه الحلقه او الحلقات الماضيه. شكرا والى اللقاء الاثنين القادم. بحاول